بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم، أهلا حبيباتي، كراكم دايرين لاباس؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم كعك بالزرارة، وصفة سهلة اقتصادية، مقادير كاينة في كل بيت وصحية. ماذا بينا ندخلوا في الأكل تاعنا الزرارة؟ إن شاء الله تعجبكم الوصفة. قاطو ساك يجي رائع مع القهوة تاع الصباح ولا مع لاتاي تاع العشية، يجي شهي. إن شاء الله تجربوها وتنجح لكم. بسم الله، مقادير: كاس ماشي معمر تاع زيت قل الصباع، نفس الكاس سكر، هنا حبة حلاوة، وزرعت بسباس، اللي عنده الشنان يزيد الشنان، وقرصان ملح. هاد الزرارة من بعد نطحنوهم وردوهم غبرة. واحدة خميرة كيميائية، ثلاثة حبات بيض، أنا حبات البيض صغار، واللي عنده حبات كبار يدير زوج حبات. دائما نحلو كل حبة وحدها. نضيفو عليهم قرصة تاع الملح، كاس تاع السكر ماشي معمر، خاطر حبة حلاوة تطلق الحلاوة، هي تزيد البنة تاع الحلاوة. هي نجيبو الباتور نضربو مليح حتى نتحصلو على خليط أبيض، السكر يذوب لنا، راكم تشوفو الخليط ولا أبيض. هنا طحنت الزرارة، ضفتهم، تشوفو ولا غبرة. نزيدو نضربو شويه بالباتور، نزيد كاس ماشي معمر تاع زيت، هادو الزرارة تاني عندهم فيتامينات بزاف، ماذا بينا ندخلوهم جلجلان كامل هاد الحوايج. هنا نضيف شويه فرينه ونغرب الخميره الكيميائيه، نغربلوها باش ما يبقاش فيها هذوك الحبيبات. هنا حطيت كاس فرينه، دوك نبدا نضيف، وكل وحده على حساب الفرينه نتاعها، كاين الفرينه اللي تشرب كاين اللي ما تشربش. هذا الكاس الثاني، سهل على بالي كامل امهات يعرفوا، لا بصح احنا نعلموا البنات الصغارات يحبوا يفرحوا امهاتهم، يديروا وصفه خفيفه سهله، مقادير موجوده في كل بيت يفرحوا والديهم. هنا بدات تتقالي، نستخدم يدي، نضيف الفرينه حتى تلتمنا. انا دات لي 3 كيسان ونص فرينه، دايما نضيفوه بالعقل بالعقل باش ما تيبسلكمش، خلوها تتلصق في الاصابع باش يجي الكعك يجي طري وشباب. واللي ما تبغيش بنات الزرارة دير قشور تاع الليمون تاع القارص ولا تشينا، ولا تشوفوني تحصلت على عجينة، تشوفو تلصق في اليد مليحة، ما يابسة ما يطرية. هنا بقى لي نص كاس فرينة، ندير 3 ونص. الكوش انا دايرين تحمى شاعلي لها من تحت على نار متوسطة. هنا نجيبو الصينية نفرشو بابي كويسون يساعدنا هكا باش ما يتلصق لنا، ما نديرو الفرينه باش ما نبقاش نمسحو في الكعك من بعد من الفرينه، هكا يجي كاطو شباب بزاف. ندي كوريات، كل وحده ودير الشكل اللي تبغي، تحب تكبرو تحبوه تصغرو كيما تحبو نتوما. نديرو حربوش طويل وندورو كعكه كيما راكم تشوفو سهله. هنا الا شفتوها تتلصق ديرو شويه فرينه باش تنجمو باش ما تلصق لكمش. نكملوا كامل الكمية بنفس الشكل،
تكبروهمش بزاف خاطر فيهم الخماره يزيدوا يطلعوا. الحبه دي تكبر ندخلهم في الكوشه نشعلو تكون حاميه من التحت، من بعد نعاود نشعلو لما الفوق. تشوفوا زادوا الحبه تكبروا، نشوفوهم تحمروا اللون اللي تبغوه نتوما طفولهم. راكم تشوفوا جاي يشهي وشحيتكم في الجنه، جات كميه لا باس بها ما شاء الله. وبنة رائعه، خاصه ان الزرار يطلقوا بنة حلوه ما شاء الله. ان شاء الله تعجبكم، ان شاء الله تجربوها. استودعكم الله، مع السلامه.